مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي لكم عن شغله بتصير مش بس في اوتاوا، في كل المدن الكنديه، واسمها سانتا باريد. طبعا احنا قربنا على موسم الاعياد، قريبا ان شاء الله راح تكون الاعياد الكريسماس ومن الكريسماس، فعشان هيك في شهر 11 في كل كندا بجمعوا دونيشن هدايا للاطفال اللي مش قادرين عن طريق هذا البريد. بيشتركوا فيه كثير بزنسز في اوتاوا، وطبعا جميل جدا، بزينوا السيارات والناس بيلعبوا وبحطوا الهدايا بتبرعوا فيها. زي ما انتم شايفين هون قدامي، هذا ناس هون موجودين سألتهم عم بعطوا هوت شوكليت فور فري. وهاي في بوليس مان، هاي بوليس مان، هدول شو اسمه، بدنا ناخذ هلا هوت شوكليت. So this is for free? Yes. Oh, that's good. Yeah, thank you guys. You're welcome. It's a piece of ice. Oh my god. سيارة الاطفاء مخلي الاولاد يلعبوا جوا. هاي هون بجمعوا الدونيشن. Hello. Hi. The green inside. Cover sheets,
It's caught in the crossfire.